حكم الغدر تفرد جناحا السلام طوب عليك حكم الغدر تفرد جناحا السلام وتوسط نور السفر زي نجمة في قلب انت الشاهد الوحيد شافني وانا بقتل. الحالة ما واحدة انا وانت ما واحد. انا لو خطيتك انت ثاني ما حتجيني حاجة. قرناب ما تتهور. اوعد غلط. اقل غلطة حتلقى روحك مهف. يمكن الحكاية تجر فيها مخاطرة كبيرة. ايوه وبعدين جماعتك ناس هارون يعقوب ديل ما بيسكتوا. وبيقولوا علي وعلى اعدائي وبيطلعوا كل شيء وهم عارفين حاجات كثيره ودي المشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلامات الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. جادين ده اعز اصدقائي. مرحبا بك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يخليك. يا مرحبا. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يخليك. تفضلوا يا جماعه اقعدوا اقعدوا. انا ماشي. ما تقعد يا جادين. انا ماشي يا حامد. اصلا متوقع الشحنه تجيني بعد لحظات من الخرطوم. ايوه لكن عصبة الكلتوم حتفوتك. ما ليش ما عندنا فيها نصيب المره جايه. لكن ما عرفت انا بالاخر. انا صلاح. طيب مع السلامه. طيب الله يبارك فيك. طيب يا صلاح على بال ما العصيده توصل. نعم. نتكلم شويه في الشغل. جميل جدا. انت حتشتغل معاي هنا في المكتب ده. في المكتب ده زاده. ايوه كويس جدا. انا ما في تمشي الشغل.
جميل. ده طبعا بعد ما تتعرف على كل الشغل ونوع الشغل شنو. بعدين يمكن ارسلك في مهمه هنا ولا هناك. جميل. عندي شويه مشاريع كده فيها كركديه وسمسم وسمك، وعندي ماشيه بقر وضان وماعز وابل. ما شاء الله. ايوه. جميل. بعدين مساله المرتب ده ما تشيل همه. لا 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 يا سيد حابب. يا سيد حابب دي مشكله يا اخي. الرزق على الله يا اخي، ما في مشكله في الحكايه دي. ها اما موضوع البيت. نعم. فعندي بيت ما بطل. انا رسلت الاولاد يجهزوه لك. نعم. فيه غفير قاعد طوالي، حينفعك في المراسيل والخدمه والحراسه وكده. كويس جدا. يعني كل شيء تمام، ما في مشكله. خلاص. ما عندنا مشكله الحمد لله. وبعد ما نفطر حنمشي على السوق نشتري لك شويه ملابس نوديها الترزي يفصلها لك. كتر خيرك. اي كتر خيرك. يا ولد العصيده دي دخلت مالي يا اخي. يا هارون. أنا سيد حامد. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الله كويس. الله يسلمك. الحمد لله. كيف حالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحال سلامات. أهلا. الله يخليك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يا أستاذ هارون. أيوة. إحنا من امبارح المفروض نجيك، لكن مع المشغوليات بتاعتنا زي ما عارف ما قدرنا نصلك. ها؟ طيب. فدايرك تعمل لي 4 جلاليب و4 عراريك و4 سراويل. طيب الأربع جلاليب دي عاوزهم كيف؟ 2 جناح مجكو. لا 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 تنوع لي فيهم، يعني دايرهم يطلعوا حاجة مضبوطة. ها كلام جميل. تفنن فيهم يا شيخ هارون. طيب 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 يا سيد حامد. ها حامد امرهم لي بيتين. عاوزهم بيتين انت؟ انا دايرهم بكرة. لا بكرة ما في طريقة والله. لا كيف الكلام ده؟ والله ما في طريقة، مسحوم جدا والله. ها طيب بتمرقهم 200؟ والله لحد يوم الثلاثة كيف؟ الثلاثة دي ما بعيدة يا شيخ هارون يا اخي. والله يا سيد حامد الا بطل الشغل ده واشتغل لك انت خاصة يعني. لك كتر خيرك، ما في اي بس مشكلة. ما في طريقه غير كذا. خلاص الله يبارك فيك. خلاص خذ المقاس يا صلاح وتعال لحقنا. طيب جميل جدا. جدا كلام جميل. انت يا ولد لسه قاعد ليه؟ ما تقوم من الدرس. ما هو انت جاهز خلاص يا رجل. يا اخي ما ممكن، انت المفروض تسمع سمهودة دي تطير طيران. معلش الزول ده دخل عليني. ابو نجي خلاص. ازيك يا مولا؟ اهلا يا عادل. كيف؟ كيفك؟ تمام؟ ان شاء الله كويس. كيف احوالك؟ الله يسلمك. الحمد لله والله. كيف بقيت؟ تفضلي انا كويس خالص، بس تفضلي طلع الجوز بعد ما عندي اي حاجه. لا ما شاء الله ماشي الحمد لله. تحسن كثير. الحمد لله. الله يسلمك. اخبار المكتب كيف؟ المكتب يطير يا اخي، انت ما عندك موضوع غير المكتب؟ ما تشوف اخبارك انت؟ حاجه تغيظ. بس عشان ارتاح. كل شيء تمام التمام. وكسبنا قضية الشيكات. معقول؟ وبتواضع شديد، أنا لعبت دور كبير جدا في القضية دي. والله كويس. تلمستك. عن إذنكم يا هدى. تفضل يا رجل. والله دي أخبار كويسة خالص يا هدى. أخبار جميلة. ما يدوت خالتي. معلومة. اتقدم لي رسمة وطلبني من أهلي. أهلي قالوا لك شو؟ منتظرين رأي. أدوني فرصة يومين أفكر. ورايك حيكون شنو؟ ما لسه في يومين. برضه حيكون شنو؟ والله زي ما قلت لك يعني مجدي ذهابي والتفاهم معه سهل. شكرا يا باشا. انت شربات ده ما قاعد هنا بس قاعد جنب الباب بس جاهز قاعد جنب الباب. لما يكون الموضوع هو المكتب يبقى لازم يجي سريع ولا شو؟ طيب عن اذنك. في ورقه دايره اجيبها ارسلها للاستاذ عبيد. ده ماله؟ قام وشو يلعن قفا؟ أزالي؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك. صلاح ده يا سليمان حيقعد هنا في البيت معاك. ما شاء الله حبابه عشرة. دايرك تخدمه تريحه
كل اموره تكون تمام ان شاء الله واشيله فوق راسي. ما شاء الله. عنزلك الشنطه بتاعتك. لا خفيفه خفيفه. يلا خلي وصيلك. معلش يا حاج بوصيلك. يلا خلي وصيلك ما في عوده. الله يبارك فيك يا سليمان. الحمد لله نظيف في امان الله. كل يوم انظفه مرتين بالصباح وبالعصر. ما بتقصر. الله يبارك فيك يا استاذ حامد. الله يبارك فيك يا استاذ حامد. تفضل يا فندي. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. يا كريم. اها ايه رايك في البيت بقى؟ والله ما شاء الله روعه والله يا سيد حامد. بعدين في حمام بورا وفي مطبخ كمان. جميل. والفحم عندنا راقد. بس انت قول يا سليمان اي حاجه دايره تلقاها قدامك. جميل. اها والسكر والشاي. ازر كوستاكي دول عم مريان كان داير قهوه البون عندنا. كلام جميل جدا جدا. واذا احتجت لاي شيء تديني خبر طوال ان شاء الله. ان شاء الله. قمنا قصر مع الافندي نحن. خلاص ان شاء الله. سليمان انت امشي. حاضر. انا ما شوطت جوا كان درت شيء كركلي. كلام جميل. عملتك الافندي. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل يا حاج. ايوه هك يا صلاح خليها معك. لا ما 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 محتاج لحاجه لك يا اخي. ما عندي انا يا سيد حامد. يمكن تحتاج لك لحاجه. طيب خليها معك. انا والله يا صلاح لو وديتك مالي كله ما بقدر اجازيك يا اخي. حاج الدنيا خير. يا سلام يا صلاح. يا اخي انت سويته في نهايه يا اخي. الله يفتح. الله يديك العافيه يا اخي. الله يبارك فيك. اها انا خليك ترتاح وبديك المساء امر عليك نطلع نتفسح شويه ونتكلم كمان في كلام الباقي ان شاء الله. بعدين انا كلمت سليمان. نعم. حيجهز لك الغداء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب. طيب مع السلامه. رعايه الله. الله خليتك في العافيه. الله يخليك. ما جيت العشاء ليه؟ ما عايز يا رشا. شنو هو ما عايز؟ مفروض تاكل مفروض كده يعني. قلت لك ما عايز يا رشا ما عندي نفس. أنا ملاحظة من هدى دي جات وانت حالك اتغير شوية. قالت لك شنو؟ قالت انه مجدي واتخالته تقدم طلبة رسمي من أهلها. وطبعا خالته اللي هي أمها هتديه طوالي. انت رشا دي جيتي تواسيني ولا جيتي تزيدي لي همومي زيادة؟ هي عادي اللي عمل لك شنو يعني؟ قاعد لي ومنطط عيونك وما عايز تتخذ اي خطوه ايجابيه. خطوه ايجابيه؟ خطوه ايجابيه زي شنو يعني يا رشا؟ هو ده الناس افهم. البنت جايه تحركك، جايه تدفعك عشان تتصرف. مخك تخين خالص. يعني رشا يعني لسه عندي امل؟ انت لسه سيد اللعب والكوره في ملعبك واي تاخير ما تلوم الا نفسك. ايوه لما اجي بكلمه ان شاء الله. كتر خيرك الله يبارك فيك. شكرا لك. الله يخليك. تسلم. الله يبارك فيك. ما شاء الله ما شاء أهلاً الله. اهلا 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 سيد حامد نورت تمام. المكتب والله الله يخليك. ايوه كده. تسلم. انا ما في انت صاحب العراق. اللي بتشوفه صح كله تعمله. حاضر جدا جدا. اها ما قلت لي كيف اكل عمك سليمان معك؟ يا سلام اكل طاعم ولذيذ لدرجه ما تتصورها. لا اذا ما عاجبك نعمل لك نظام في اعظم مطعم في البلد. لا 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 لا, لا, لا ابدا والله العظيم انا مرتاح راحه تامه واكل ممتاز جدا. والبيت كيف؟ مريح للغايه. خلاص كلام جميل جدا جدا. بالله يا صلاح لما ارتحت وكل شيء ماشي كويس. نعم. هات راجع لي الشيكات دي كلها. نعم. وحتلاقيها هنا في الدفتر الكبير. طيب جميل. مع الحاجات دي يعني. جدا 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 يا سيد حامد. كله يكون تمام ان شاء الله. يا جوك. اهلا اهلا بالرئيس. عليكم السلام. كيف حالك؟ كيف احوالك؟ والله بركه شفناك. طيب كيفك؟ الحمد لله. اتفضل يا اخي. لله. والله سنين ما شفناك يا اخي. أوه. ها اخبارك منقطعه سنين. عمر ياري يا جوك. اي والله والله اظن. لا لا اخر مره كده قالوا لي عملت لك دكان ولا ورشه ولا هي ما ورشه. اي هو محل يعني زي الزريبه كده فيه عربات قديمة وسبيرات قديمة حاجة. تمشي الحال. لا بتمشي الحال برضو. بتمشي الحال والله. سمعت الحصل لصاحبك يا جوك؟ زعلت والله. اتألمت والله غضبان أنا والله. يا جماعة
ضب حرامي اي لكن ما بيقتل فعلا. عمره ما شال سكين والله فعلا. انا غضبان انا قلت كده قلت لهم ضب ما بيقتل ولا كتل والله لكن يا معلم يا اخي البشريه كلها يقول لك ضب والله كتل الزور الاحسن اليه وضب ما عنده ضمير ضب انا غضبان والله انا والله غضبان ضب ما كتل ولا بيقتل وانا واثق من الكلام ده كلامي قلته ده انا واثق منه جدا ما في فايده لكن انت الكلام ده بتقدر تثبته يا رئيس تثبته بس عاوزك تقيف معي بقيف معك والله انا عشان ضب اعمل اي حاجه كده ايوه جدع يا جوك دي المحريه فيك يا جوك خلاص ايوه الليله بالليل أيوة. تجيني في الزريبه اوصف لك شفت الجبل قلت لي يا عم سليمان متزوج انت الحمد لله رب العالمين عندي مرتين ما شاء الله الله يبارك فيك ما شاء الله وين بلد وين فوق البلد وين لكن بعيده ما بعيده قريبه كلها نص يوم باللوري ايوه عندك ولادات يا حاج سليمان من الاولانيه عندي منها ثلاثة أولاد وبنتين ها الثانية يا سيد الأفندي عندي منها أربعة بنات ولد واحد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يبارك فيك إن شاء الله تكون بس بتزورهم طوال باستمرار طولت منهم قال أقول لك شهرين أو ثلاثة شهور لا 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 كلام ده ما ممكن لكن لازم تزورهم طوال كل شهر لكن بيقول السفر بيدور مصاريف ولما تمشي هناك العيال ذاتهم داروا مصاريف وتعشوف دايرين ودايرين والحكايه طويله لا لا بقى شوف انا اقول لك كلام انا شخصيا ملتزم كل شهر ادبر لك المصاريف واعمل لك كمان نظام هدايا للاولاد يا ريت يا سيد الافندي لكن من وين العين بصيره واليد قصيره لا 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 ثاني ما في مشكله بس انت تطمئن تمشي عليهم طوال تزورهم كل شهر كتر خيرك وبارك الله فيك كتر خيرك وبارك الله فيك الله يديك العافيه ضبه ما يستاهل الدنيا معكسه ميكاجراو محل ما يقبل واقفة ضده مسكين يا ريس دبا قالوا لقوه جنب المرحوم شايل جقدي وماسك شنطة مليانة قروش دبا ما قتل ولا بيقتل أنا كان لميت في عرقلة منو؟ عرقلة بتعرفوا؟ عرقلة أيوة 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 الزول الولد الاخضر المربوع ده بالقبين ده لا ما زولكن اعمل فيني معروف لمني فيه انا حركتي ثقيله وكان سمع بي بفتش فيه بيشرد بيغتس بيحتل تاني ما بلقاه يا ريس انا احنا كان ارقله ده اللي لقيناه وجبناه الكلام ده بيساعد ضب كتير كتير خالص يمين كان كده ارقله ده كان يبقى باللي يتوزنه أمكتو أجيبه لك أها سبع ولا ضبع لا يا سيد حامد كله تمام أنا مشيت وصلت العصارة هناك قابلت العمال وطيبت خاطرهم وكذا ونزلوا العمل والنتيجة ظهرت إنتاج ماشي تمام الحمد لله جماعة غلباويين يا أخي دايرين شنو أكثر من كذا يعني سيد حامد يعني حقيقة يعني لو يعني عملت مقارنة بين الإنتاج والعائد اللي بيجيهم وكده المساله كده ما مظبوطه ما مجزيه حقيقه يعني يا اخي انا بدفع اكثر اجور في البلد دي يا اخي يا اخي انا اعتقد لو زدتهم شويه بيكون احسن ازيدهم شويه ايوه ازيدهم شويه كم يعني انا اتفقت معاهم على انه كل واحد ياخذ 1000 جنيه لا 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 1000 جنيه كثيره يا سيد حامد اسمعني كويس والله لو حسبت الحكايه صح ما كثيره ما طالما انت قلت كده ماشي نزيدهم كل واحد 1000 جنيه مبسوط ذا الكلام ماشي وين؟ ماشي برا وجاي ما تتأخر حاضر
سليمان. ايوه يا صلاح. تعال يا حاج. كيف حالك؟ كيف حالك؟ ان شاء الله كويس. تمام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كيف قيلت الليلة؟ تمام التمام. الله يبارك فيك. حاجات دي حاجات بسيطة كده وداها للوليدات. تعب ما لك الا فندي. يا حاج ما في تعب والله، وبعدين دي شوية شوية مصاريف. كثر خيرك وبارك الله. اديها للوليدات. كثر خيرك يا فندك، ما شاء الله ما شاء الله. بعدين في حاجة مهمة جدا. تمشي طوالي تاخذ معاهم يومين ثلاثة أربعة إن شاء الله وتطمنا عليهم. لكن أخليك براك الا فندي. أنا داير شنو؟ خليني أغني معك يومين ثلاثة. لا 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 ما خلاص الأكل بعمله براي والشاي بعمله براي والقهوة بعملها براي. كثر خيرك وبارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. الله. لا لا انا ما قتلته ما قتلته عم يوسف انا بريء 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 عم يوسف لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله ما حرقت أنا لأنه الحلم ده ما حيفارقني كله كله ها جوك ها رئيس والله حمت العاصمة تقول رابط لي كورونا الكلب والله جاز المصافي بتاعي ذاته الصفة ما لميت في أي حاجة أنا ما اتذكرت حاجة هاي. عنده أخته أيوة كان كل ما يزنق بيمشي ليها ما عارف اسمها خديجة نفيسة حليمة لا طيب ساكنة وين يا أم بدة يا الحاج يوسف لكن اتخيل لي في الحاج يوسف حاجة غريبة يعني طمع وجشع وأنانية وقلة حياة كمان شنو يا سيد حامد سواقين القندلانات يا أخي عامل لي غاغة شنو دايرين زيادة مرتبات تخيل يا سيد حامد بالهداوة كده كل الأمور بتتحلى أي مشكلة ممكن تتحلى هداوة شنو يا أخي ده ما بينفع معهم هداوة ده اللي عايزين يصوب الضغط وبس طيب يا سيد حامد اديني فرصة أنا أمشي أتفاهم معهم الله يعكر دمهم يا أخي عكر دمي يا أخي لكن ده صديق
صديق هو المحرشهم ومحرضهم على كده. طيب انا ممكن امشي اتفاهم معه؟ امشي امشي، الله يعكر دمه يا اخي، فور دمي يا اخي قطين. الواحد فينا 18 ساعه 18 ساعه ركب في الدركسون ده كده زي الككو 18 ساعه، وبعدها شنو؟ عشان يديك ملاليم ملاليم يا صديق. هم يخموا يخموا ويغنوا ونحن نجوع. يا صديق افهمني يا اخي. افهمك شنو يا اخي؟ كل شيء بالهداوه ممكن يتحل. آه يا احنا مرضنا مرض بالروقه، كل شيء ممكن يتحل، ما في حاجه مستعصيه يا اخي. المشكله دي انا بحلها لكم. طيبه هاي. طيبه مع اداء ما بتنفع. يا سلام. الواحد امروقه وين؟ امروقه في الحدود. عارف ايش حم هنا ده؟ سكر كويس، وايش حلو؟ عيش ومليون الف حاجه. ويجي شاحن من هناك بن وروايح واحذيه وملابس عشان اديك شنو؟ اديك ملاليم حتحات يا اخي. مش المشكله دي انا مكلف احلها عليكم، وححلها عليكم حل تمام التمام. يا اخوي الكلام ده احنا شبعنا منه، شبعنا منه، بطننا دي ورمت. انا كلام زي ده ما بينفع معاي، بنديكم بنسوي لكم بنفعل لكم، ده كلام انا ما بينفع معاي. بيدفع بنشتغل. طيب طيب. ما بيدفع شغل ما في، واي حاجه بتتعطل نهائي. طيب اسمعني يا صديق، امشي جيب لي سواقين من هناك. طيب اسمعني، اجيب يا صديق يا اخو، لا بتجيب سواقين ولا بيعمل حاجه زي دي. انا يا اخي بحل لكم كل المشاكل بتاعتكم، بروقكم، بصلح لكم اموركم من اولها لاخرها، افهمني يا اخي. انا قبل كده جيتك يا اخي، انا حسي جيتك عشان احل لك مشكلتك كلها. اي مشكله عندكم بحلها لكم يا اخي. روق كده وقول بسم الله يا اخي، ان شاء الله هيحصل كل خير. روق المانجا يا اخي. شنو يا صاحبي؟ اتفقنا؟ انا بحل لكم المشاكل كلها. الكلام ده على مسؤوليتك؟ على مسؤوليتي انا ده يا اخي، والله كلها حلها. ما تبقى زي الجماعه بزوق ديلا يا حبيبي يا اخي، اطرح وشك علي لما كلها حلها لكم. انا ده بحلها لكم. اي والله. اتفقنا؟ اتفقنا. حلو ما شاء الله تبارك الله، زولك تاني شغال زي الطيقه. شغال يا جادين، لكن عوقني تعويق شديد خلاص والله. ماله عمل شنو؟ انت عارف سياستي، الحزم والصرامه والضغط، هو جاء رخى الموضوع وخلاهم يتدلعوا ويفرضوا عليه شروط، ومشى لهم شروطهم كمان. انت ما فاهم يا حامي. أه. حامي الزمان ده يتغير، وسياستك دي كان الزمان نابعه، هسه لا، لازم يكون سياستك دي فيها نوع من الاحترام وتقدير للناس اللي شغالين معاك دي. يعني القطه وديها اليوم يا جديد. الشاحنات دي يا حامد بتشيل وتودي في حاجات المفروض ما تشيلها، والناس دي ساترين حالهم معاك وماسكين خشوم ونعم. يعني كان جاتني مصيبه. كان جاتك مصيبه ما بيجيك من دير. هتجيني من منو يعني؟ بيجيك من زنديه اللي انت طايفه في الخلا. جا الوقت اللي ممكن نتكلم فيه بجد يا هدى، وده انا يزعجني جدا وشرفني اني ارتبط بك. هدى انت البنت اللي كنت بحلم بها في حياتي. هدى انا ما مصدق اني لقيتك، ما كنت بصدق انه ممكن كل الاحلام الجايه ممكن تتحقق كده. هدى انا بهم الناس مع رايك يا هدى. رايي انت عارفه يا عادل. مالو اسمعه تاني دي ما بتلقى عندي. ليه القسوة دي يا هدى؟ عادل انت لو عندك حاجة امشي قولها لابوي. هقولها لابوك؟ هقولها له؟ انت ابوك ده قالاني خايف منه ولا شنو؟
عرقلة قدرت تعملها فيني بلين فيك. لو مشيت آخر الدنيا بلين فيك، ولما ألقاك برك حتعرف اللي حيحصل شنو. مرحبا يا سيدي. الله يبارك فيك. الله يخليك. اها عملت شنو؟ لا بقى حسب توجيهاتك وردنا القلوب بتاع التصميم كلها، ودي كل الاوراق بتبين لك الاشياء كلها مما جميعها. كلام جميل جدا. كده اقعد 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 جدا يا حبيبي. اقعد يا صاحبي. الله يا لطيف يا الله. بالمناسبه يا صلاح. نعم. استعد. خير ان شاء الله. انت حتسافر في مهمه. جاهز انا. طوالي. هتمشي منطقة بعيدة عندي فيها جناين بتاعت هشام. العمال هناك محتاجين لمراقبة، لازم يكون في زول حازم. هتمشي السفرية على كل صغيرة وكبيرة، إذا في إشكالات موجودة تحلها، أي منازعات تهديها. المهم أنا مديك تفويض كامل تتصرف بحرية. إن شاء الله يا سيد حامد يصلك تقرير مفصل عن أي شيء أنت عايزه. أنا حقيقة يا صلاح محتاج لزول يشرف تماما على كل اعمالي. جميل. انا اموالي كلها منهوبه ومسروقه هناك. لا 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 ما في عوجه ثانيه ان شاء الله. في واحد هناك اسمه زنديه هو شغال معي، اتعاون معه. انا حرسل له معك رساله. يا سيد صلاح. نعم. البلدات بيسلم عليك. هذول اسكت ساكت فرح فرح انبسطوا بالحيل. انا قمت حدثتهم وتقول هديمات دي والقريشات رسلكم عمكم الافندي. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. دي ما حاجات بسيطه يعني. كتر خيرك وبارك الله فيك. والله ما قصرت. الله يبارك. ما قصرت تب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا سيد صلاح. نعم. سمعت قالوا مسافر. ايوه انا ماشي ان شاء الله بعد يومين ثلاثه كده ناوي امشي ومقنقر. ها؟ ومقنقر. ومقنقر؟ ده كلام شنو يا سيد صلاح؟ مالا أم جنجر؟ البلدان دي كلها تخليها ما تمشي لي أم جنجر؟ مالا؟ مالا كيف؟ أم جنجر دي فيها زندية. معاشو البهم دي هلات منو؟ خلي جنة دي. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمع عجل هوي البهم دي هلات منو؟ البهم دي هلات عبد الله ودتهم. أمانة ما دمه الرايق وسمحات. معاشو أي بدل لي منين ثلاثة. اسمع عجنة أيه. لما تصد لي الحلة قول لي سيدن زندية عجبني وساقلوا منين ثلاثة. الزندية؟ أي زندية؟ أمش بقول له بعشو الليلة العشاء شي ساكت هذول. بعشو ريح أنا اشتقت لهم جنجر ولي ناسا. ما تقول عديل مشتاق لي حبيب القلب. النقيل بتجابر يا زندية. أي والله البنية ما بنية نصاح. الشي تقول عضو ما فيها الله لا كسبها. سماحة مكملات تب البنية قاطعة بعشوم. جيت لجد ما فيها كلام. شي تموشي البنية حرقت قلبي حريقة بعشوم. زندية انقري هوي البنية صغيرة وجاهلة. نان ماله الراجل بيعيب عمره. زندية هوي ما تنسى ات في حبلك أربعة نسبة. أي لا إله إلا الله بعشوم. أنا ما نسيت هذول. بتدور تعرف الخامسة؟ لا لا في الأربعة بطلق لي واحدة فيش أنا السمحة. ولا أقول لك بطلقنا الأربعة بس كيفين عرسها بعشوم. عرفت العيش قريت أيها ذوق نيرانو
ذوق نيران وحار ولا باردة. البنيه سوت فيني فعايل صعيبه بالحيل. جنس ده قبال ده ما حصل لي تبع بعشو. اتنجدت تب فريت كاوشك وخلاك فوق نيرانو. في شان تاني تضحك علي؟ تعرف يا بعشوم؟ ايوه. باكل بركب بمشي لابوها وبطلبها منه. اي لكن ابوها بديك؟ كان ما اداني بنسوقها وكان اداني برضه بنسوقها. تسوقها جبريه؟ لا لا بنسوقها زنديه. ادنا ادنا شيء يا زول. اللبن يابا حلبته هالسدي. الله يبارك فيك. ما تنسى عليك الله تربط البهائم في الزريبه وتديهن القشه. سامح يابا. والله انا ما عارف كان ختيتك يا بنتي كنت سويت شنو؟ لقيت لي مره وولد وبت. الله يفتح عليك. ما قصرت يابا. امك ماتت الله يرحمها وخلتك صغيره ومن اليوم ذاك بقيت لي كل شيء. شلت الشيلة الثقيلة تزرع وتخل وترع لا يديك العافية يا بنتي. يا بحس الكلام ده ما في له داعي. أسكتي أسكتي خليني أنظم في شغل بنتي. المروة قلت وأنا شايفك تعبانة وما قادرة يا بنتي. ما قصرت يا ابو الحمد لله عليني يا عمو. هاجي نقولك يا باشو الكلام يعني مو ناس الناس لازم تمشي عديل. لا تخيف ليه جاي لا جاي هاي مالي زلال الكلام بعدين يعني يا باشوم كلامي واضح ما داير له اي كلام. معجوم قادر الله في ملكه. شوف النخيلة بعجوم أنا بس عريسة وما داري شيء في الدنيا دي. بعجوم هو يا بعجوم لا تراعي كده يا زول عينك ما بتقدر تبرق عديلة يا بعجوم. أروح لأبوها لما طاقتك وقعت شيل طاقتك يا بعجوم. كان هيك دي بنات الحورة اللي بيقولون كده. بعجوم شيل الطاقية شيل شيل راح راح بعشوم. قادر الله ما شاء الله بعشوم. والله لكن نسبك بشرفنا كثير يا زنديه. احنا لاقينك وين بس الا بس الا شنو يا جابر؟ بدي اتبسبس معك يا زول. انظم اذا جاك زنديه ما جاك زول هوان ساكت تديه من غير كلام. ايوه لكن الحكايه دي ما بتدور لها شوره. تشاور في زنديه؟ وقالوا لك زنديه بشاوروا فيه؟ اي لكن البنيه دي ما عندها وليان. عندها خيلان وعندها عمام وعندها هله. باكر من الصبح اركب امشي لهم محل ما يقعوا واكلمهم. جابر هي البنيه نحن بندورها. باقي لي عليها في الاول وبعدين مشاورة هلا. بس اي عود الكلام. تعقد له هسه وبعدين الشوره. ايوه لكن اخواني الكلام ده ما بلومني معاه هلا. اخر تتلوم معاه هلا ولا تتلوم معاه زنديه؟ عشان اللوم معاه زنديه بيجيب له كلام ثاني. لا 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 كلام ثاني لا لا زنديه ما بياخذني ولا بيمسك ايدي يابا.